وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في ضبط حركة الأسواق. تتواصل الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية، من غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالدعم. وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وفي هذا الإطار من ضبط قرابة 34 طن ونصف من لحوم ودواجن ومصنعاتها وأملاح غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والبحيرة، وذلك قبل طرح تلك الكميات للبيع والتداول بالأسواق، ما يضر بصحة وسلامة المواطنين. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 42 طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ومنه ما هو مخصص للبطاقات التموينية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والإسكندرية وسوهاج. وتمكنت من ضبط 11 طن ونصف كبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالإسكندرية. وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 103 طن دقيق مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط 210 طن أقماح مستوردة قام بتجميعها مسؤول عن مطحن بالقليوبية تابع لإحدى شركات القطاع العام بهدف بيعها بالسوق السوداء، حيث قدرت قيمتها بقرابة 1,000,000 جنيه. كما تم ضبط 106,500 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر بحوزة مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات بالإسكندرية، وضبط 406,000 قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ونصف طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر محظور استخدامها في الصناعات الدوائية بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بالإسكندرية. الإدارة تمكنت من ضبط 53 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بمحلين ومخزن بدون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وقنا. وتم ضبط قرابة 29 طن مواد خام لإنتاج المخصبات الزراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بالبحيرة. وتم ضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية و7500 عبوة فارغة عليها علامات تجارية وهمية بحوزة مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية بالمنوفية.